أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ألتقيكم أحبتي في فقرة ببساطة، وقبل أن نتكلم عن مسألة فقهية نعرج على شهر شعبان وهذه الأجواء الطيبة المباركة، ونحن في اليوم 15 منه، وهو يوم من أعظم الأيام، من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا اليوم اقترن بولادة منقذ البشرية عجل الله له تعالى الفرج والنصر. فهو يوم عظيم أحبتي، في هذا اليوم نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ونتضرع بأن يعجل فرج مولانا صلوات الله وسلامه عليه. فهذه البشرية قد اقترن وجودها، والخلاص لها لهذه البشرية هو بظهور الإمام وبرؤية الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فالآمال معقودة على ظهوره الشريف أحبتي، فهو المخلص والمنجي من كل هذه الابتلاءات المحيطة بنا وكل الأخطار المحيطة بنا. لكن الإمام ظهور الإمام أحبتي موكول علينا، لابد نحن أن نهيئ لظهور الإمام. راح تسألني شنو الدليل، ما هو الدليل على أن قضية الإمام مرتبطة بمقدمات، وهذه المقدمات ترتبط بنا نحن؟ الدليل أحبتي هو رسالة الإمام إلى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. مفاد هذه الرسالة وهذا التوقيع، لو أن أشياعنا أحبتي التفتوا، لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب، الإمام أحبتي يطلب منا هذا الطلب، أن يكون هناك اجتماع من القلوب، هناك تعاون وتكاتف وصفاء في النوايا والإخلاص في النوايا. لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد الذي قطعناه للإمام، أن لا نكون مختلفين أحبتي، أن لا يكون هناك تخاصم وأحقاد وضغائن، نبتعد عن كل هذه الأمور حتى يحصل النقاء والالتزام بهذا العهد الذي قطعناه له عليه السلام. وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. فإذا أحبتي هذه القضية وهي ظهور الإمام تعتمد علينا بشكل كبير أحبتي، فلا بد من الإخلاص والصفاء في النوايا أحبتي. هذا فيما يخص قضية ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما فيما يخص المسألة الفقهية أحبتي، النية في الصيام الاستحبابي تمتد من الفجر إلى ما قبل الغروب. في الصيام الاستحبابي، في صيام شهر رمضان لابد أن تكون مقارنة لطلوع الفجر، صلاة الفجر لابد أن تكون النية مقارنة. في الصيام الواجب اللي هو غير صيام شهر رمضان تمتد أيضا من الفجر إلى الزوال، إلى قبل الزوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.